سلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج هنا الآن على قناة التاسعة اليوم الخميس 13 أفريل 2017. في هنا الآن كالعادة نذكركم بطرق التفاعل والتواصل معنا. عندكم باج التاسعة تي في على فيسبوك، هاشتاج هنا الآن على تويتر، وشان يوتيوب التاسعة، وعلى سيت انترنت التاسعة بون تي في. وكالعادة نبدأ بالعناوين. تأسيس المجلس التونسي للعلمانية والدعوة إلى الإطلاق التام للحريات، ومعنا بخصوص هذا رئيسة المجلس هزار الجيناوي. الإرث البرجيبي اليوم بين الاستفادة والتوظيف السياسي، هذا باش نشوفوه مع جمعية الوفاء للمحافظة على الإرث البرجيبي لعروسي الهاني. والجامعة التونسية لرياضة المعوقين تنظم النسخة 11 لمنتدى تونس الدولي لألعاب القوى، وأكثر تفاصيل مع رئيس الجامعة محمد المزوغي. مرحبا بكم من جديد. إذا نبدأ بموضوعنا الأول واللي هو تأسيس المجلس التونسي للعلمانية. وقبل كل شيء نرحب بضيفتي هزار جهيناوي، ناطق رسمي باسم حزب الحزب الديمقراطي ورئيسة المجلس التونسي للعلمانية. نشوفوا التقرير ونرجع لك مدام. الحزب الديمقراطي هو حزب ذو توجه ليبرالي علماني تم تأسيسه منذ عام، ويرتكز برنامجه أساساً على مبدأ الحرية المطلقة للجميع والمساواة التامة بين التونسيين وعلمنة القوانين والتشريعات. اليوم أعلن الحزب الديمقراطي عن تأسيس المجلس التونسي للعلمانية وفق أسس ميثاق المواطنة وميثاق تونس الكوني لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات المستقلة من المجتمع المدني. هي مبادرة نحن باش نحاول نقدم مقترحات من أجل تطويرها، وأدعو بالمناسبة كل المثقفين وكل المفكرين أن يدعموا المبادرات من نوع هذا، لأنه حقيقة هي تأسس المجتمع قوي يحتفظ ويدافع على كل الحقوق متاع كل المواطنين. المجلس التونسي للعلمانية يقوم أساساً على ضرورة فصل الدين عن الدولة وعلمنة القوانين التونسية والقيام بإصلاحات دستورية، كما يعتبر المؤسسون أن الدستور يحمي في ظاهره الحقوق والحريات وفي باطنه يكرس دولة دينية مغلقة بنمط حقوقي ومدني. هدفنا هو علمنة التشريعات وكذلك نشر ثقافة العلمانية في المجتمع التونسي، باش ما تقعدش معناها كلام حبر على ورق. علاش ليه باش ما نكونوا جبهه سياسيه علمانيه تكون قويه وترسخ ثقافه العلمانيه في المجتمع التونسي. ويهدف المجلس الى نشر ثقافه العلمانيه وتاصيلها في التشريع التونسي، ويتمثل دوره الاساسي في علمنه المجتمع والقوانين والفكر، خاصه انه عدد من القوانين الموجوده في تونس وعلى راسها نصوص دستوريه هي مخالفه تماما للعلمانيه، على غرار الفصل الاول من الدستور الذي يقر بان تونس دينها الاسلام، والفصل 74 من الدستور التونسي الذي ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً. إذن كما كنا نراو في تقرير اليوم، أعلن الحزب الديمقراطي عن تأسيس المجلس التونسي للعلمانية بمشاركة عدد من الشخصيات المستقلة ومن المجتمع المدني. نرحب من جديد برئيس المجلس هزار جهيناوي، مرحبا بك مرة أخرى. نبدأ قبل كل شيء بعلاش تم تأسيس أو إعلان تأسيس المجلس التونسي للعلمانية في الوقت هذا؟ أنا ساعة قبل كل شيء نحب نعمل ملاحظة على الروبرتاج، خاطر هي قالت لي إحنا عندنا مشكلة مع الفصل الأول من الدستور. اللي إحنا ما عندناش مع مشكلة، معناها خاطر إحنا قراءتنا للفصل الأول اللي يقول اللي تونس دولة دين، معناها دولة مسلمة، إنه هذا طابع فيه طابع إحصائي، معناها إنه أغلبية الشعب التونسي مسلم، وهذه حقيقة معناها. لكن هذا اللي قالوه اليوم بعض الحضور اللي في الندوة، فهمت هيك علاش معناها تم تعرض لي في التقرير وتنجيو هالنقطة هذه. أكيد باش نحكيو في برشا نقاط، لكن نبداو ساعة بالعام، معناها علاش تم تأسيس المجلس هذايا في الوقت هذا، مجلس التونسي للعلمانية، يعني أكثر تفاصيل عن المجلس. إحنا الحزب الديمقراطي عنده عام نهار 9 أفريل احتفلنا بمرور عام منذ تأسيس الحزب الديمقراطي، وفي خلال العام هذاك أصدرنا عديد البيانات وقمنا بعديد المواقف وفي ظهورنا زاد التلفزي اللي فيه تنديد ببعض الخروقات ضد حقوق الإنسان وزاد وضعنا إصبع على القوانين اللي هي معناها ما تسمحش بالمواطنة الكاملة للفرد التونسي.
لكن للأسف ما لقيناش تفاعل من الأحزاب التي تدعي أنها علمانية. علاش؟ ما تفاعلوش معنا، ما ثماش كون قال كيفاش هما أحزاب علمانية وما تفاعلوش مع مشروع اللي هو معناها علماني نورمالمون. وي جوستومون، معناها ثما برشا أحزاب في تونس تقول إحنا أحزاب نتبنى الفكر العلماني والمبادئ العلمانية، لكن على أرض الواقع ماهوش صحيح. معناها كي نجيو نشوفوا احنا حبينا نشوفوا الاحزاب اللي في الحكم مثلا، لقينا انه مع حركه النهضه، نداء تونس، افاق تونس، الاتحاد الوطني الحر الى اخره، هي احزاب كلها متشابهه في مبادئها، برغم انه في العلن لا، معناها كي نراو هكا اون جينيرال لكن هما كيف كيف كلهم يتبنوا. معناها النهضه تشبه نداء تونس في المبادئ. أي أي. أبشن كان فسأل أيه. كلهم يتبنوا، الكل أحزاب وسطية معتدلة، كلها تتبنى المشروع التونسي الوطني المعاصر. حبينا نشوف شنو معناها مشروع تونسي وطني معاصر، لقينا ما فماش، ما فماش أدبيات، ما فماش كتابات، ما فماش سياسة براغماتية، ما فما حتى شيء معناها، وهذا اللي أدى الفشل الذريع اللي هم فيه والاحتجاجات اللي في كافة أنحاء البلاد. دونك نرجع لك، احنا ما لقيناش مساندة وما لقيناش تجاوب من الأحزاب هذية، بالرغم أنه القضايا اللي أثرناها هي مهمة برشا، واللي هي معناها ثم قوانين مخالفة لروح الدستور اللي هي روح علمانية. عكس المجتمع المدني، المجتمع المدني عنا برشا تعاطفوا معنا، برشا ساندونا، برشا نخرطوا في الحزب الديمقراطي. دونك احنا قلنا بمناسبة مرور العام باش احنا قررنا نأسسوا ذي المجلس التونسي للعلمانية. علاش؟ لعديد الأسباب. أول حاجة باش اللي يكون هو مواطن عادي ما يحبش يتحزب، لكن هو يحمل الفكر العلماني ويحب يساهم في تطوير البلاد هذية، يتفضل معنا خاطر هو مجلس. ودونك هدفنا هو نشر الثقافة العلمانية وعلمانية التشريعات. بمعنى هوني علمانية التشريعات؟ معناها القوانين التي ليست علمانية نحاول نلغيوها، على خاطر العلمانية في معناها الشمولي هي فصل الدين عن الدولة. معناها الدولة ما لازمش تستند على الدين باش تصن تشريع ولا قوانين. عندنا قوانين احنا في تونس وهذه موجود في الدستور، راهو خاطر كي تقول علمنا، العلمانية معناها المساواة التامة بين كل افراد الشعب التونسي، كل المواطنين. والمواطنة مبدا المساواة تكفلوا مجلة الاحوال الشخصية، كي ناخذوا مثلا قانون الميراث، عديد التشريعات معناها قانون الميراث ما فيهوش مساواة. كي ناخذوا مثلا زاد نعطيك انا في الفصل 230 اللي هو يجرم المثلية الجنسية، هذا اعتداء على الحرية الشخصية. المسائل هذه كانت محل جدل يعني في البرلمان تلت السنوات الماضية. وين كنتوا وقتها معناها؟ احنا حزب عنا عام اللي تكوننا، ومني من من اول ما اسس حتى الشخصيات معناها المكونة الحزب هذه هي أيه. شخصيات في النهايه تؤمن بالمبادئ العلميه اللي كانوا يسعوا، كانوا في ثم شكون كان في احزاب اخرى، هما ديجا اللي كان في احزاب اخرى وخرجوا، واسسنا مع بعض الحزب هذه خاطر ما لقاوش المسانده الكامله وصوت ما وصلش. دونك احنا حبينا نكونوا الحزب هذه، هدفنا هو انه احنا كنا نكونوا راسخين في مبادئنا ونوصلوا صوتنا. فوالا دونك الهدف الثاني من تكوين المجلس هذايا هو انه ندعيو الاحزاب هذه التي تقول انها احزاب علمانيه وتتبنى المبادئ العلمانيه، نقولوا لها اي احنا باش نحطوك تو قدام مسؤولياتك، هذا مجلس يلم الناس الكل، مفتوح للعموم، سواء احزاب سياسيه هيكل سياسيه ولا مدنيين، تشاركوا معنا، نحطوا يد في يد، علاش لا ما نكونوا جبهه سياسيه وحتى ندخلوا به الانتخابات. معناها الهدف السياسي سياسي واجتماعي وثقافي. كل بالنسبه هوني كي نحكيو على اجتماعي، وانت قلت معناها اللي ما عندكمش مشكله مع الفصل الاول من الدستور التونسي، لكن عندكم احترازات وتحفظات على بعض الفصول والتشريعات الموجوده في الدستور التونسي. حكيت على الميراث، معناها الميراث والمساواه المطلقه قلت لي بين المراه والراجل، معناها تاسيس الحزب او المجلس التونسي للعلمانيه جوست على معناها المساواه في الميراث والمساواه المطلقه بين المراه والراجل. بهي ثم في الدستور، الدستور ينص على حرية المعتقد وحرية الضمير وينص على حرية التعبير لكن على أرض الواقع نرى برش انتهاكات، ثم عبيد تضرب، ثم عبيد تتعنف لفظيا وجسديا، ثم كما المسرحية الأخرانية معناها اللي تي اوبليجي معناها دو شونجي لو نو وبعديك هاوك اعتداو عليه إلى آخره. هي ثقافة كاملة في البلاد، صحيح انه عندنا فصول معينه وقوانين معينه لازم تتغير ولا تتلغى، لكن ثم عقليه كامله
اللي هي المساواة التامة بالمواطنين. ما نحكمش عليك ما تحكمش عليا، بو امبورت انا كيفاش نخمم، شنية توجهي في الحياة إلى آخره. لكن هذه الحالات ربما استثناءات، وحتى إذا كانت تصير الاستثناءات اللي منها هذا معناها تلاقي دعم مطلق من مختلف يعني الأطراف المدنية والسياسية والحزبية، حتى من المواطنين عاديين. احنا كنشوفوا التفاعل حتى على شبكة التواصل الاجتماعي، التفاعل الإعلامي، تفاعل الأحزاب، معناها موجود نصرة الحقوق ونصرة الحريات، وهذه معناها أكيد موجود. عطيني حزب أصدر بيان ولا ندد ولا خرج وقال راهو هذا اعتداء على حرية التعبير ولا حرية الضمير؟ فما كان الحزب الديمقراطي فقط. هوني أنا نقصد معناها نحكي من جانب التشريعات، يعني الدستور التونسي يكفل ويضمن الحقوق والحريات، معناها والدليل على هذا معناها الناس الكل قاعده تتكلم وتعبر من اليمين الى اليسار. مش صحيح خاطر الناس تتكلم لكن خايفين. خايفين ثم تهديدات، انت كثرت تهديدات توا اللي موجوده واللي تنال العديد الشخصيات. شنو هذيك؟ ثم الدستور ينص على احنا بالعكس احنا فرحانين به الدستور راهو احنا نسعوا الى تفعيله، هذاك الهدف نتاعنا انه يتفعل على ارض الواقع، ما يقعدش كلامه برا. شنو هي بالضبط؟ مثلا في الدستور ثم الفصل 74 اللي يقول انه رئيس الجمهوريه لازم يكون مسلم، نراه هذا انه هو يمس من حريه الفرد التونسي. احنا مفهومنا للمواطنه، المواطنه هي المساواه التامه بين الافراد الشعب التونسي. شنو معناها المساواه التامه؟ المساواه تكون في القانون، معناها القانون كيما يعبر على المراه كيما على الراجل، كيما على المثلي كيما المش مثلي، كيما ولا الناس كل مساويين امام في القانون وامام القاضي، في القانون وامام القانون. هذه مش قاعده تطبق في ارض الواقع. كما قلت لك ثم اخلالات، منشور 73 اللي يمنع المراه المسلمه من الزواج من غير المسلم، العده، الميراث، ثم برشا هم يظهروا دي ديتاي. علاش ناخذوا معناها النص في الظاهر نتاعو؟ اكيد عنده معناها ابعاد اخرى. شنو النص؟ انا هو النص النص اللي تحكي عليه، النصوص القانونيه اللي تنص على كنت تويكا تحكي فيه، معناها على الميراث، على المساواه المطلقه ربما بين الرجل والمراه. يعني فما ابعاد اكيد اخرى ما ياخذوش القانون النص على الميراث، هو مستند عن مأخوذ من الدين. معناها يعتمد على التشريع الديني باش يقسم الإرث بين المرأة والرجل. وهذا نراه أنه هو تمييز سلبي ضد المرأة، ما ثماش مساواة. ألوغ الدستور يقول المرأة والرجل متساويين. أنه احنا نلغيو القانون هذا ما يمنعش أنه العائلة التونسية المسلمة اللي تحب تطبق الشرع تطبقه بالطريقة اللي تراها هي صحيحة. يعني تعتمد على الشرع وتطبق ما يمنعش، لكن ما نجبروش العائلات الأخرين أنهم ما يطبقوا. معناها يقوموا بتقسيم ديجا هوني في سياق اللي تحكي فيه، معناها سيبوزون معناها تم ربما تغيير القوانين والا النصوص اللي انت تحكي عليها. هوني مشكله العقليه، اسكو التونسي باش يقبل معناها التغيير الجذري هذايا اللي معناها موجود في مجتمعنا؟ على خاطر احنا كمان ما ننساوش اللي تونس والفصل الاول نتاع الدستور يقول معناها تونس لغتها العربيه ودينها الاسلام، يعني هذايا ما نجموش نلغيوها وانتم معترفين به وما عندكمش معاه مشكله. الفصل هذا نرجع لك انا في اول حديثي شنو قلت؟ قلت انه الاحزاب الحاكمه توا افتت ان هي ما عندهاش استراتيجيه واضحه، على خاطرها مبادئها واضحه ماهيش واضحه بيتو. ما عندهاش مبادئ واضحه. الاحزاب الوسطيه المعتدله وفانت كنت شنو معناه؟ شنو قاموا؟ انه باش قاموا معناه؟ توا عندهم قداش من عام في الحكم؟ احنا عندنا مبادئ واضحه. اللي هي علمانه التشريعات والليبرالية، نحكي على الحزب الديمقراطي والليبرالية الاجتماعية والاقتصادية. عندنا مبادئنا واضحة وصريحة. كي تدخل بالنسبة ذي معناها نعطي السيت انترنت نتاعنا www.democrat.in تلقى المبادئ نتاعنا، تلقى المفاهيم الليبرالية، الهوية، العلمانية، تفصيل وتأصيل لهذه المفاهيم، معناها واضحين. اون جو با ان دوبل جو، ما عندناش دوبل ديسكور، يعني اولوياتنا ومبادئنا واضحه. فوالا دونك الاحزاب هذه اللي له كلي واللي هي ماهيش ما عندهاش مبادئ دقيقه واستراتيجيه دقيقه وما عندهاش ادبيات، خاصه ادبيات. بمعنى ادبيات معناها اي حزب لازم يكون عنده ادبيات. تو حركه النهضه تقول عندي ادبيات، لكن في التطبيق لا، هاكا تو لا تحسس تقول اللي هي ما عادش حزب اسلامي بلوتو ولا علماني. ما سي با لوجيك معناها، خاطر ماهوش واضحه الرؤيه، ماهوش واضحه الدعوه عن السياسي. الحركه هذا اللي تقصد في الكلام، لكن في الفعل
في الفعل على ارض الواقع شنو اللي تبدل؟ ما تبدل حتى شيء. اقتصاديا فشل ذريع والبلاد ماشيه وتدهور نسبه النمو معناها ما فماش تحسن جمله. هوني في السياق هذا احنا نحضروا في الحلقه معناها فما عباد تقول معناها البلاد ماكله بعضها احتجاجات واعتصامات ومسيرات ويطالبوا بالتشغيل والتنميه، وانتم معناها تحكيوا على فصل الدوله عن السياسه، تحكيوا على حزب او المجلس التونسي للعلمانيه. هوني تعليقكم معناها. تعليقنا احنا نقترح البديل لهذا كل. هو المجلس هذايا التونسي للعلمانيه من انتاجاته زوز نقاط مهمين برشا. اولا ميثاق المواطنه، ميثاق التونسي للمواطنه اللي يحب ينضم للمجلس يمضي عليه، فيه متكون من 6 نقاط. وعندنا زاده الاعلان التونسي الكوني، اعلان تونس الكوني عفوا لحقوق الانسان. كيف هذا متكون من 47 بند يفسر شنو نقصد بالحريات، شنو معناه المساواه بين المواطنين بهذه من شيرة. اللي هو راهو عمل جبار قاموا به مجموعه من اساتذه القانون الى اخره. التونسي كي راه روحه انه هو ما ثمش تمييز سلبي لا في الجهات ولا على اساس الجنس ولا على اساس المعتقد الى اخره، هذه فرصه باش يبدا. احنا نعطيوه الظروف الكل باش يبدا باش ينتج باش يخلق. ماهوش بمعزل عن التطور الاقتصادي، راحته الاجتماعيه وتوفير المساواه التامه والحريه المطلقه في حياته في اختياراته يخليه ياخذ راحته باش يتقدم في مشاريع ولا في دراسات ولا في اللي تحب مربوط ببعض وسيتنتو. واحنا راهو نقترحوا استراتيجيه كامله اجتماعيه ثقافيه اقتصاديه وسياسيه. اللي تم التركيز عليه ربما الحقوق الحريات اللي هي مبادئ كونية ربما ذات منحة اجتماعي. رؤيتكم الاقتصادية هوني شنو هو بالضبط؟ كحزب توا نحكي لك أكيد. احنا رؤيتنا الاقتصادية ليبرالية ليبرالية دون لسونس اللي احنا مع تشجيع المبادرة الفردية. احنا نحب نوفروا الظروف الكل باش تساعد الفرد انه هو يقدم انه هو ينتج. مثلا توا المشكلة اللي صايرة في الاحتجاجات، العبيد اللي تحب على التوظيف الكل، احنا وقت اللي الأستاذ عبيد البريكي قدم مقترح تسريح 50,000 موظف 300,000 على مدة 5 سنوات، احنا موافقين عليها الفكرة ذي وندعموها. ولا احنا الأكثر معناها نقدم القدام ونقترحوا انه الدولة تعطي التعويض هذيك، معناها تساعد الفرد اللي يخرج من الوظيفة العمومية وتقترح عليه المشاريع وتتأثروا مش ينجم يستثمر الفلوس هذيك في مشروع آخر. معناها أي فرد تم تسريحه عن طريق الدولة ينجم يحل مشروع وهو بيدو يولي يخدم في عباد أخرين. وتراها ناجعة على حكاية هي للأفراد وللدولة أو ميمتون؟ الدولة تو ماهيش قادرة أن هي تستوعب موظفين أخرين، ما تنجمش تشغل طاقة التشغيل نتاعها سيء. معناها الحزب اللي يجي يقول عكس هذا هو حزب فاشل ويكذب على الشعب التونسي. ما عادش تنجم تستوعب موظفين جدد. وزيد مهم جدا انه احنا نحيو عقليه مسمار في حيط، اني انا نخدم على الدوله ناخذ شهريه كل لازم. الدول الكل هتو في العالم اجمع ماشي نحو الليبراليه. الليبراليه دون لو سونس انه انت تكون مشروعك وتخدم عليه وتنجحه. ما عندناش مشاريع في تونس، ما عندناش ارضيه ملائمه للاستثمار في تونس. هذاك علاش التونسي يحب مسمار في حيط، معناها هذه طبيعي. على خاطر المنهجيه كلها نتاع البلاد اللي عندها 50 من 50 غلطة. احنا تو وصلنا نقترضوا باش نخلصوا الشهري، فعود نقترضوا نخلصوا الشهري. اول حاجه نجموا كي نصرحوا الموظفين ندخلوا برشا فلوس، الفلوس هذيك نجموا نبنيو بها نعملوا بها بنيه تحتيه، اللي هي البنيه التحتيه في كافه انحاء الجمهوريه حتى على فكره نقترضوا زاده باش نرجعوا الدين اللي عامل هنا بن علي. نعم كيفاش؟ باش نقترضوا زاد باش نرجعوا الدين اللي خلاه هنا. هي هذيك اباغ وي، مش نقعدوش احنا نخلصوا كان في الديون. عندنا طرق اخرى اللي تنجم تخلينا ندخلوا فلوس، احنا ندخلوا فلوس ونصلحوا البنيه التحتيه، ثم الاستثمارات الخارجيه تجي والمستثمر التونسي يتشجع زاد باش يستثمر في بلاده. وكما قلت لك معناها تسريح الموظفين هذيا ونعطيو من الاول باش نتغسروا شويه، نعطيوهم تعويضات، هما كي يعملوا مشاريع واحنا اون لي زونكادر ونحطوا على ذمتهم خبراء اقتصاديين باش يعاونوهم باش يخلقوا مواطن شغل جديده. هكاك العجله الاقتصاديه تدور. راهو سي اون اكسبيريونس كي فات باغتو دون لو موند واثبتت نجاحها. معناها ما لازمناش نخافوا، احنا المشكله قاعدوا مترددين ويحبوا يقولوا الكلمه اللي ترضي الشعب. تو مثلا المؤتمر الاستثماري اللي صار 3 شهور تالي جابوا وعود
عديد الوعود والعباد فرحت. هذاك علاش توا صار احتجاجات، خاطر مره بشيء معناه وعود كاذبه، فرحوا استناو انه ثم تغيير باش يصير، ثم عباد باش تخدم، ما صار شيء. دونك احنا صراحة نقولوا باللي ثم ونقترحوا البديل، وعندنا دراسات كامله وقمنا بندوه احنا على الوظيفه العموميه. معناها اثرنا فيها النقاط هذيا. باهي نرجع بك للمبادئ. مدى تعارض المبادئ الكونيه اللي يدعي لها المجلس وحتى الحزب زاد الديمقراطي مع الموجود حاليا في تونس؟ انا هني قلت لك الدستور 2014 هو دستور علماني، معناها بخلاف الفصل 74 هو دستور علماني، لكن ثم قوانين اخرى اللي هي متناقضه مع الدستور هذايا مالوغوزمون. راهو احنا نقولوا انه مثلا الفصل 230 القانون، الفصل 230 اللي هو يجرم المثليه الجنسيه، راهو يمس من حقوق عباد، انه هو في اختيار حياته، في اختيار ميولاته، في اختيار طريقه تفكيره. معني الدوله ما لازمش تكون كيفاش نقولوا فيها ولي معناها على الشخص في اختياراته. اذا كان الدستور يقول لك انت حر، علاش ما تكونش هذا على ارض الواقع؟ حاجه اخرى، الدستور يسمح بحريه التعبير، لكن ما يسمحش بنشر الافكار. ثم تحس اللي اتو ماما ينجم المواطن التونسي ايش معناها نشر الافكار؟ على خاطر حريه التعبير مكفوله، كما قلت لك سلفي يتكلم، العلماني يتكلم، الفنانين يتكلموا، معناها اذا كان بالكلام، اذا كان اخرى نسالك انا شنو معناها المسلسل؟ انا نسال حضرتك تجاوب. دونك يعني هوني حريه التعبير مكفوله، حريه الراي مكفوله، بالفن، بالاغنية، بالكلام، بالاحتجاجات. لا لا مش صحيح، اذا كان مش صحيح معناها سامحني، معناها سيادتك انت موجوده وتوصلي صوتك وتحكي على ميرسي. يعني مكفوله حريه التعبير توا، حتى السلفي كي عنده فكره يقولها، ولو معناها الناس الكل شفتوا بعد الثوره، معناها الناس الكل تحكي، الناس الكل تعبر، تحكي. لكن بعد الثوره، بعد الثوره في 2011 و2012 صاروا برشا انتهاكات، صدموا على القاعده، اكيد في معارض وكسروا لوحات. لا لا مش احنا معناها حريه التعبير، انت تراهم انت فو لي باناليزي، مي سي تري غاف، خاطر يعكس عقليه كامله للشعب التونسي. مش منعممش من الشعب التونسي الكل اوغوزمون، مي تاكس عقليه. مادام ثم قوانين اللي هي كيما هذيا، معناها ازراء الاديان اللي نحسوا قريب شوي اللي موجود في تونس، ولا المس من المقدسات، ما فماش حريه التعبير، ماهيش مكفوله، ماهوش صحيح. اذا كان مسرح عمل مسرح، يعمل مسرحيه ثم سميت الهاكم التكاثر، داروا عليه وكلات ريحه في الشارع، ما فماش حريه التعبير. نشر الافكار، اني انا مثلا انا سلفي عندي الحق اني انا نشر فكرتي. هذه عقليه بعض الافراد، معناها ما نعموهاش، هذه تبقى استثناءات. عقليه التونسي مش في المطلق ديما تقعد نسبيه، وديما تقعد مقتصره على مجموعه ضيقه ربما، على خاطر تويكا معناها اكيد التوانسه الكل وصلوا معناها لمستوى وعي يسمح لهم باستيعاب الاختلاف من النوع هذايا. لكن اذا كان معناها في علاقه بالمسرحي تبقى استثناءات، ديما نقول راهي تبقى استثناءات، راهم توانسه ماهمش الكل، معناها هكاك تقعد ديما قاعده فيها استثناءات. احنا نحبوا نحيوا الاستثناءات هذيا، واللي يخالف القانون هو يتعاقب. كي الدوله تكفل حريه التعبير وتحمي الحريات وتساوي بين كل المواطنين، كتصير تجاوزات هذيا تعاقبوا العباد، كما اللي صار معناها للمسرح. كان جات الدوله تطبق في معناها ثم قوانين هذه اللي فيها تمييز سلبي، راهو ما خافش مسرحي وبدل اسم مسرحيته مثلا. معناها احنا راهو اغزلي راهي العلمانيه عندنا احنا مثلا النقطه السادسه من ميثاق المواطنه تقول بما معناه انه احنا نكفلوا حريه التعبير للناس الكل بما فيهم الماركسي، اللينيني، العلماني، السلفي. العلمانيه هي ما تتدخلش، انت ما تتدخلش معتقد نتاعك وفي طريقه تفكيرك، بالعكس معناها تسمح لك وتوفر لك الارضيه والاطار انك انت تعبر على راحتك كما تحب. انا واحده من الناس بيرسونيلمون ما نراش طريقه حكم اخرى خير من العلمانيه باش تساوي بين كل الافراد وباش توفر الحريه والتنوع في المجتمع التونسي. باهي جوست نحب موقف واضح وصريح من حضرتك كناطق رسمي باسم الحزب الديمقراطي وكرئيسة المجلس التونسي للعلمانية، موقفكم الواضح والصريح من الفصل الأول من الدستور التونسي.
انا جاوبتك قبيله قلت لك الفصل الاولاني اللي يقول معناها تونس لغتها العربيه ودوله ديانتها الاسلام احنا مع الفصل بالطبيعه احنا معاه هو ديجا فصل لا يلغى هذه مبدئيا أي. واحنا معاه لكن عندنا تاويل احنا واعيين انه الفصل هذا قابل للتاويل تاويلنا هو انه دوله مسلمه في معنى انه احصائيا عدد المواطنين التوانسه هم مسلمين التوانسه اللي يعتنقوا الدين الاسلاميه هم أي. الاغلبيه لكن مش في معنى انه التشريعات نتاع الدوله هذه لازمها تكون مستنده على الدين ولا واضح واضح به لا محل حتى حد ما قال هذا اما اوكي الفكره وصلت انتم الحضور احنا احنا معني كل ايه انسان فرد حضر يمثل روحه راه في رايه لكن ايه اعضاء المجلس العلماني التونسي ايه هذا هو رايه واحنا ايه كحزب ديمقراطي هذا هو راينا موقفنا ديما نرجعوا اكيد الاحتجاجات اللي معناها قاعده تخرج المده هذه والمده اللي قبل ديما يخرجوا يطالبوا بالتنميه بالتشغيل واكيد مشكلتهم ماهيش الدوله معناها علمانيه او غير علمانيه معناها به اذا مدام هزار حليل الخاتمه اللي عملتها ليلي ليه مانيش رفقتك خاطر هذا ما يمنعش هذا هذا ما يمنعش هذا الحريه راهي سي با ان لوكس الحريه لازم باش الفرد يكون ينجم يعيش حياته وينجم يطور ويبدع وينتج راهو احنا مثلا كعلمانيين مثلا ماناش ضد النقاب اللي ثم عباد اخرين اللي هي تدعي انه هي احزاب اسلاميه هي ضد احنا مانيش ضد احنا مع حريه الملبس مع حريه المعتقد مع حريه التفكير هذه راهو انا جيت حكيت لك على الجانب الاجتماعي اللي هو يتماشى مع الجانب الاقتصادي سي تان تو سي تي موقف من حزب التحرير عنده رخصه وينشط شنو رايك حزب التحرير يدعو الى الخلاف احنا نؤمن بالتعبير ليه يعبر احنا مع حريه التعبير دي مامو اللي ما تحولتش الى عنف مادام ما تحولتش الى عنف يعبر كما يحب احنا ما بالعكس معناها نساندوه احنا مع حريه التعبير المطلقه لجميع الافراد وجميع الانماط التونسيه ما عندنا حتى مشكله باهي خطوتكم الجايه بعد اعلان التاسيس للمجلس التونسي للعلمانيه باهي احنا اسسنا زاده مرصد لرصد مختلف الانتهاكات باش نخدموا على روحنا ونكونوا بتواصل مع نواب المجلس مجلس الشعب ولا فاتحين بابنا لكل الاحزاب وكل المدنيين باش ينخرطوا معنا وباش نشتركوا في مجهودنا للتقدم البلاد هذه اللي احنا كلنا نحبوها مختلف انواع المواطنين التوانسه. اذا مدام هزار جهيناوي الناطق الرسمي للحزب الديمقراطي ورئيسه المجلس التونسي للعلمانيه يعطيك الصحه على حضورك وعلى التوضيحات هذه تقعد معنا يقولوا لي ماشيين مراسلنا في القروان خليفه القاسمي خليفه شنو عندك بالضبط؟ في الحقيقه حبيت نحكي على معتمديه الوصلاتيه اللي هي انطلقت منذ يوم الاثنين الفرد تحركات اجتماعيه واحتجاجيه واعتصامات في الواقع انطلقت من طرف اصحاب الشهاده العليا المعطلين على العمل رافضين عقد الكرامه ومطالبين بالمراجعة نتاعو باعتبار المعتمدية تفتقر للمؤسسات الخاصة والعمومية ومن بعد انضم لها خاصة منذ يوم أمس عدد هام من الشباب وكهول وشيوخ لهذه التحركات وتحولت المطالب إلى تنموية وتشغيلية اليوم بالضبط شقاعة ننظموا مسيرة سلمية جابت الشوارع المدينة ومن بعد تحولوا أمام مقر المعتمدية عند مطالب واضحة يطالبوا بالتسريع في يطالبوا بالتسريع في تهيئة المنطقة الصناعية خاصة أن الأرض موجودة لكنها مهملة منذ 10 سنوات تقريبا يطالبوا زادة بتسوية الأراضي الدولية الغير مستغلة زادة عندهم مطلب عاجل اللي هو يتمثل في دار الخدمات على خاطر معتمدية الوصلاتية فيها تقريبا حوالي 90,000 ساكن لكن تفتقر لبعض المكاتب مثلا مكتب التشغيل والصناديق الاجتماعية تغيب في هذه المعتمدية كما طالبوا اليوم زاد عمال الحظائر والآليات بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية وطالبوا زاد المحتجين بتحويل المستشفى المحلي الوصلاتية إلى مستشفى جهوي. خليفة يعني فماش تفاعل ربما أو رد فعل من السلطات الجهوية بخصوص المطالب هذه؟ هناك مفاوضات جارية بين السلطة الجهوية والمحتجين لكن غياب سيد المعتمد بالجهة بحكم متحصل على إجازة مرضية اللي هو زاد تعمقت الأزمة في الحقيقة تحدثنا معهم الشباب هذوما عندهم مقترحات وأفكار لكن ما لقوش أذان صاغية خاصة وأن الوصلاتية تمتاز بمواقع أثرية ممتازة ممكن يطالبوا بتحويلها إلى وجهة سياحية واضح إذا حبيت نشير للنقطة هامة
اللي هو فما زاد تحركات في معتمدية شبيكة اليوم وتقريب نفس المطالب هي تنموية وتشغيلية ومعتمدية حاج بالعيون زاد شهدت اليوم زاد تحرك واعتصامات مطالبين بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري اللي انعقد منذ تقريب شهرين في معتمدية حاج بالعيون ويطالبوا بتفعيل القرارات اللي خذاها وقت اللي نفذوا اضراب عام. زاد اليوم معتمدية حفوز اخر نقطة معتمدية حفوز قاموا بغلق الطريق ويطالبوا بتوفير الماء الصالح للشرب. واضح اذا مراسلنا بالقيروان خليفه القاسمي شكرا لك على تدخل واعطائنا تفاصيل هذه. نرجع المدام هزار ربما كمجلس تونسي للعلمانيه شنو الاضافه اللي ممكن تصير معناها خاصه انكم تطرحوا انفسكم كبديل الموجود. الاضافه شنو؟ اضافه للسياسه اضافه للاقتصاد اضافه للمجلس التونسي للعلمانيه هي وظيفته أكثر اجتماعية وثقافية. احنا نشطوا كحزب ديمقراطي باش نركزوا خاطر برشا خدمة باش نركزوا على كل ما هو اقتصادي كحزب ديمقراطي، لكن المجلس التونسي للعلمانية وظيفته الأكثرية هي العمل على القوانين والتشريعات وعلى المنهج الثقافي والاجتماعي. لكن فما مشروع قلتوا اذا كان معناها تنضم لكم احزاب والا تكوين جبهه علمانيه سياسيه ولا نتقدموا به الانتخابات لازم نجتمعوا ونجمعوا قوينا باش نجموا نوفروا البديل في البلاد هذيا. ولقيتوا التويكه معناها ربما اقبال والا لا الى حد من المجتمع المدني برشا ومن شخصيات مستقله برشا جاوا معنا وفرحانين ومتشجعين. ولا انا هني قلت لك واجهت الدعوة لكل الأحزاب التي تقول أنا أحزاب علمانية مرحبا بكم، هذا مجلس هو مدني نجم يتحول إلى جبهة سياسية علمانية خاطر حتى جبهة تولي تكونت دغنيامون ما قاعدة ما عطاتش البديل كيف كيف معناها مشروع التونسي المعاصر ما بديتش الوطني المعاصر على روحها في المبادئ نتاعها في المبادئ نتاعها والمشروع اللي تطرحه حزب معتدل ولا وسطي معتدل. واضح إذا الناطق الرسمي للحزب الديمقراطي ورئيسة المجلس التونسي للعلمانية مدام هزار جهيناوي شكرا لك ونورتنا اليوم. عايشك. نمر الموضوعنا حول انطلاق ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى وسط مشاركة دولية مكثفة. التقرير وأكثر تفاصيل. انطلق اليوم بملعب ألعاب القوى بيرادس ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى تحت إشراف الجامعة التونسية لرياضة المعوقين. ملتقى في نسخة 11 والرابع في الجائزة الكبرى يمتد على 3 أيام ويتنافس فيه أكثر من 180 رياضي موزعين على 12 دولة. في اليوم الأول مستوى ممتاز مستوى عالي ثم أرقام قياسية عالمية إن شاء الله شوقة تحتيمها في اليوم الثاني واليوم الثالث إن شاء الله. فرصة كيف كيف هي مهمة برشا للرياضيين باش يحضروا البطولة العالم اللي باش تصير في لندن شهر جويلية المقبل ويحققوا إن شاء الله البطاقات التأهيلية نتاعهم. الرأي ديالي حول هذا الملتقى الدولي هو في الحقيقة يعطي واحد القيمة مضافة لهاد الأبطال الرياضيين اللي يحاولوا يقلبوا على إنجاز. بعد النجاحات الأخيرة لرياضة المعوقين في تونس يسعى المشرفون على هذا الملتقى اللي يصنف من بين 9 ملتقيات الجائزة الكبرى في العالم إلى تحسين الأرقام الشخصية للرياضيين وتطعيم المنتخب التونسي بأسماء جديدة قادرة على رفع الرأي الوطنية في المنافسات الدولية القادمة وخاصة بطولة العالم بلندن في جويلية القادم. المستوى تاعنا في ذوي الاحتياجات الخاصة معترف به في العالم الكل وذاك يخلينا احنا زادة يحملنا مسؤولية أكثر باش ندعموا هالرياضات هذه الفردية وخاصة منهم زادة ذوي الاحتياجات الخاصة. برشا رياضيين مختلفين من كل الدول جايين هوني باش الناس كلها تقدم في النتائج نتاعها باش يتأهلوا بها إن شاء الله لبطولة العالم. الملتقى الأول في إفريقيا والثاني عربيا بعد ملتقى دبي هو فرصة للرياضيين لتأكيد نجاحاتهم الأخيرة في الألعاب البارالمبية وهو أيضا فرصة للمسؤولين للالتفاف حول هؤلاء الأبطال اللي في كل مرة يشرفوا الرأي الوطني. وبخصوص الموضوع اللي اتطرق له التقرير يحضر معنا للحديث على الموضوع هذا رئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين محمد المزوغي. مرحبا بك يا سيدي. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين. يعيشك. لو كان تعطينا أكثر تفاصيل بخصوص الملتقى اللي اتطرق له التقرير. الملتقى هذا هي في قاعدين يدور الآن من 13 إلى 16 أفريل هو الملتقى معنا تونس للجائزة الكبرى في نسخته 11. هالملتقى هذا ثم في العالم 9 ملتقيات عالمية ليحظوا بالجائزة الكبرى.
معنا ثم من البلد ملعب ثم دبي، أما إحنا نسبقها هو في الكل أقدم ملتقى هو ملتقى تونس. ثم كما أمريكا، ثم البرازيل، ثم سويسا، ثم فرنسا حديثا سناوي ولا ملتقى معنا الجائزة الكبرى. هذا عنده أهمية كبيرة معنا في رياض ذوي الاحتياجات الخاصة. وما يخفش عليكم وتبارك الله كنتوا معنا تبعتوا في ريو جينيرو للأوقات ولات ظهري للأوقات نتاع الرياضيين الأسوياء. وتونس معنا فرصة احنا معنا سطور معنا البلدان الأفارقة والبلدان اللي يحبوا معنا يظهروا الأبطال عالميين. احنا تبارك الله في تونس كما تعرفوا عندنا 19 رياضي اللي متألقين وعندهم أرقام عالمية. بالنسبة لأهداف الملتقى هذا، الأهداف الملتقى هذا الأهداف متاعه هو احنا ثم ديما معنا الغاية متاعنا هو تطعيم المنتخب بعناصر جديدة، والعناصر الجديدة معنا باش كي باش تعم يلزمها خبرة ويلزمها الاحتكاك بالأبطال العالميين. احنا معنا في كمكتب جامعي نوفر لهم الفرصه هذه في تونس، خاطر تقع ما يخفش عليكم اللي تقع قبل كل ملتقى يجيو معنا المصنفين الدوليين من كندا، من نيوزيلاند، من انجلترا، بلدان الكل، واحنا تبارك الله عندنا في تونس. اما يقع باش معنا بور كونفيرمي نوع الاعاقه نتاعو واش ينجم يشارك، معنا هذه حاجه نصنفوا اولادنا معنا في تونس، وثاني حاجة أولادنا نمكنوهم باش يتباهوا مع أبطال عالميين. واضح. كي نحكي هوني على واقع رياضة المعوقين في تونس، كيفاش تراه وكيفاش تقيمه من موقعك؟ اليوم في اللحظة هذه نقول لك رياضة المعوقين في تونس معنا في الألعاب القوى خامسة عالميا، كانوا نقول لك اما كي تقول لي نظره مستقبليه غادي نخاف. معليش نخاف؟ نخاف مثلا نعطيك علاش هذا مثلا ملتقى تونس. ملتقى تونس من اقدم ملتقيات كنت تحكي عليه. نخاف عليه ملتقى تونس ما عادش باش يقعد بالقيمه هذيك. علاش؟ علاش مثلا مثال انا البارح في كان عند قبل كل ملتقى تقع لجنة فنية واجتماع لجنة فنية نترأسوا بمعية العضو المكتب التنفيذي بتاع الاتحاد الدولي وعضو المدير الفني بتاع الجامعة. في هذا في اللقاء أشادوا معنا التنظيم خاطر عندنا معنا اكسبيريونس فيه وكل شيء. الإشكال مثلا الإمكانيات نتاعنا تسوى تجيب بطل عالمي وتحمله بيدك وتطلعوا في واحد ما عندناش معنا ديبيوس ادابتي معنا كليكيمات معنا البيوس اللي فيها اليفاتور تطلع واحد وكل شيء معناها شوف يجيك حب معناها هو اللي مشكل في الامكانيات امكانيات هذا الديباس سلطه الاشراف معناها انا كان ثم نداء لرئيس الحكومه نداء عاجل خاطر معناها ما تمش تحسين الامكانيات وربما وتذليل بعض الصعوبات اللي من نوع هذا حتى بعد النتائج اللي حققوها معناها في ريو 2016. شوف معناها ثم معناها دو فولي ماديا رياضيين ولاو يحذاو معناها صارت الوعد اللي سيد رئيس الحكومه اللي وعد به طبقوه صار تطبيقه معنا ولات معنا ما بين الاسويه وما بين ذوي الاحتياجات الخاصه فرد واحد نزيدك على واحد تو انا باش نولي كاني نومي في الورود معنا معنا اولادنا ولات عندهم معنا عندهم منحه ياخذوها من عند الجامعه معنا كمؤطرين هما شو اسمه انيماتور سبورتيف عنده شهريه والجامعه مش الجامعه الوزاره باشتراك مع الجامعه عندها 1000 دينار زاد منحه هذا كله الماتريال اما البنيه الاساسيه والتحتيه بتاع باش انت باش تنمي الرياضه كيفاش؟ كان باش تاخذ الرياضيين اللي عندك وتوفر لهم اللي هو نقول ما نقولش حقهم اما كيفاش باش تنميها؟ ما يلزمك تنمي الجيل الجديد
باش تطلع المشعل كيفاش احنا تو مثل منطقة تونس هذا هي الغاية نتاعو هي باش ياخو لغلاف المشعل نحبوه معناه يتعدى وهذا يلزمه امكانيات. هوني في اطار ذكر يعني الامكانيات ربما غياب التمويل الخاص او مبادرات خاصه لدعم القطاع هذايا كيفاش تراوه؟ شوف هو احنا ثم نقص كبير نقص به والكل مساهمين فيه احنا كجامعه انتم كاعلام حتى شوف هو المستثمر يلزم يشوف البرودوي شوف البرودوي فينال نعطيك مثلا انا الاولاد نتاعنا في وقت مشاو لغيو اولادنا وقت مشاو لغيو صدقني وقت مروحين من في المطار الناس تتخاطف في لي بول نتاعهم مايول نتاع تونس عندهم اون سيغتان نوتوريتي اليترونجي فهمني موجوده في اليترونجي وتشوف حتى في معناها اللي صارت معناها في التلفزيات العالميه اللي عملوا دي ريبورتاج على ابطالنا وكل شيء حتى في اليوم ادخل على الصفحه الرسميه نتاع الاي بي سي وتشوف ابطالنا قد عندنا ابطال او كبار الاشكال هوني احنا في تونس كلي مش مع ما نقولش حاجه اخرى معناها مش مستعرفين بهم كوم يلفو علاش؟ علاش شوف علاش النظريه بتاع الخاص يقول لك البرودوي هو تاج يقول لك ماذا بيا البرودوي نتاعي il me rapporte l'argent معناها la visibilité la visibilité اور انت احنا la visibilité قلت لك ثم تقصير كبير برشا من نواحي دونك يلزم نسعاو باش تكون la visibilité احنا نعطيك مثلا مثلا كنا اتصلنا بشركه حبينا نستغلوا النتائج كنا حتى متوقعينها او شوف وقت تبدا تخدم خدمه صحيحه تعرف وين ماشي مشينا كنا اتصلنا معنا مكتب يكون بالاتصالات مكتب كبير حبينا نستغلوا قلنا نعملوا ما قبل ريو ريو وما بعد ريو للتسويق نتاعو ويلزموا خدمه كبيره تعرف قداش 50,000 دينار باش تعمل الكومباني هذه باش تعمل انت باش تبدل ليماج وكل شيء 50,000 دينار احنا انا هوني شنو الحل برايك يعني الحل هو معنى يلزمنا معنى خاطر ما تنجمش تطلب كل شيء من الدوله يلزم الخواص ويلزمنا معنى نكونوا نقربوا لبعضنا خاطر هاو سي غانيون غانيون ماذا بينا نقربوا لبعضنا ويشوفوا معناها البرودوي نتاعهم هاو عندنا وليدات يعطيو ليماج دو مارك نتاعهم معناها يلزم خدمه من عندنا احنا ويلزم تتسلط علينا الاضواء تتسلط علينا معناها في بعد ريو ما بعد ريو جوستك بعد الجمعه جمعتين ريو تهفت شويه هاو عندنا زاد بطوله العالم ونوعدك بها قدرت ربي نتحصلوا معناها نجيو في المراتب الاولى بالواحد اللي يمشي وما يمشي باش ياخذوا ميداليات وقتها تطلع ما احنا ماذا بينا لا كونتينيتي لا فيزيبيليتي الكونتينيتي نتاعنا واضح هوني شنو هو مطالبكم بالضبط كجامعه؟ احنا شوف ما عندناش حكايه كمطالب احنا ثم اللي نبغاو نوصلوا له نطبحوا يلزم مطالب على خاطر حكيتوا على بعض المشاكل والصعوبات اللي تواجهها الرياضه هذه معناها هي باش تنمي الرياضه وتنمي يلزم مثلا الحافله كيما نحكي لك عليها الحافله الحافله هي لازمه باش انت حتى ما نسال الملتقى نتاعك باش يحيا وانت حتى اولادك خاطر عندنا حافله مش ما عندناش عندنا حافله في تونس وعندنا حافله في جابس الاشكال وين احنا عندنا اولادنا بالكاروس الاشكال يلزم حافله ما تكون مهيئه بالواحد تتلائم مع ذوي الاحتياجات الخاصه نتاع الوليدات وش معناها احنا زاد اللي نسعاولو هي معناها مركز نخبه لذوي الاحتياجات الخاصه خاطر احنا توا كي نقول لك مثلا توا على سبيل المثال احنا توا مازالت معناها المركز النخبه مازالت مثلا ماشي حكيت لك الاكسيسيبيليتي عندي دوز اتليت مثلا توا من النيفو كيما هنيا بطل بارالمبي وكل عندي يسكنوا في النزل ما عنديش خاطر ما عندناش عملنا مع بنينا لهم في وسط الملعب
العاب القوى بالمنزه أما ثم اشكاليه في السلامه. سي محمد نمروا الفاصل القصير واكيد باش نرجعوا لك، اذا نرجعوا بعد فاصل اشهاري قصير.